وطني. بالتأكيد يا برهان، عايز أقوله كمان أنه الاتحاد الدولي في تويتة على تويتر أبرز فوز الأهلي بالدوري، وقال الأهلي بطل الدوري وبطل كلاسيكو الكرة المصرية. شياطين الحمر احتفلوا بأفضل طريقة بالفوز 1-0 على الزمالك بهدف معلول لينهي البطل موسم الدوري المصري على القمة برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف، وتبدأ الاحتفالات الحمراء بفرحة مضاعفة في شوارع القاهرة.